لما بدك تصيعي لنصاص الليالي طبعا رح يقلعوكي من سكن الطلاب. هلا انتي ما رح تعقلي بعمرك. وشو الغلط باني روح احضر حفله مع رفقاتي؟ بعدين بالف يا ويلاه لحتى فتله. اي انا ضليت واقفه بالدور مدري كم ساعه. وقت نحكي عن الدراسه بعشر دقائق بتبلش تضيق اخلاقك، بس وقت التسليه اوه ما شاء الله عليكي. وانا فعلا بلشت تضيق اخلاقي منهم، هاد ممنوع وهاد ممنوع، كانه مخيم اسره. والله عملوا منيح اللي قلعوني، والا كنت رح اطفش لحالي. طيب هلا شو رح نعمل؟ اه شو رح نعمل؟ كل الحارة بتعرف انك امه لجود. ما نحن بسببك مبلينا هالبلوى امي، لو سمحتي لي ما كنت خبيت شي. ايه مو غريب عليكي بتعمليها، يعني اذا ما عندك لا حيا ولا خجل. وهيفاء ابنك اكيد دايب قلبك عليه، بدك تحمليه وتنيميه بحضنك؟ انتبهي منيح بنتي، ليش حاطه بايدك شغلات بلا طعمه؟ ها يا روحي اكيد عم تحلمي فيك الليله، اشتقتي له كثير ما هيك؟ طالعه ريحته ماما، يمكن بده خيار. عن جد؟ لا بنتي ما في ريحه بنوب. شو عم تتبلى عليك يا امي؟ شو عم تحكي يا حلو؟ شو ماما انا لازم روح. صحي شو بدي اقول لك، حطي لي غسيلاتي بالغساله. شكرا كثير انك عزبتك معي. بشوفك غسان، يلا باي. شو هذا اللي عملته غسان؟ اه ولا شيء، تشكرت على اهتمامها فينا. الواحد بيتشكر 100 مره طول الطريق وانت عم تتشكر حضره جنابه. بعدين هي ليش حشريتها؟ خلينا نوصل ديما على المعهد بالاول، خلينا ناخذ الادويه بعدين. شو فكري حالها لتكون المدام؟ شو بك حبيبتي معقوله الحكي؟ شو لكان؟ اه هي موريها. غسان غسان شكلهم عم يعملوا ما بيطمن بنوب. يلا تعي نفوت على البيت. الله لا يقويها، انا عندي كلمتين معك. ياسمين البنت مراهقه، بدك تبهدليها بنص الشارع؟ لا لا مزبوط انا مالي دكتوره، بس كمان مالي جاهله، بدي روح واحكي معها كلمتين مرتبين كاني اختها الكبيره. اه وشو بدك تقولي لها؟ بدي اقول لها يا عيب الشوم عليكي، هيك ربتك نرمين وابزق بوشك. ما ياسمين تركني بدي احكي معها غسان. لك بموت اذا بسكت. يا الله خلص عم تعي قلت... ياسمين خلينا نفوت على البيت. عم اقول لك هدول شكلهم مو عاجبني، لازم اتصرف معهم. عم اقول لك خلصينا بقى ما دخلك. لك زينة من وين كل هالمصاري؟ مثل ما بتعرفي حبيبة قلبي يا رفيف، طول عمري وأنا وفر بمصروف البيت وخبي منه على جناب، واللي كنت وفره كنت حطه بالدباديب، بس بما أنه دباديب كتار نسيت بأي واحد فخربطته وجبت له هاد. إيه إيه قلتي لي إنك موفرتيه؟ إيه اسمعي، جدودنا بيقولوا نقطة من هون ونقطة من هون بتعمل لك بحيرة، وأنا عملت بنصيحتهم وضليت سنين ووفر من هون ومن هون وحط القرش على القرش لجمعت هالكم ليرة. إيه بسيطة مو مشكلة، الباقي بعدهم بالبيت عندي. إيه فهمت. هلا زينة نقدر ناخذ الدبدوب؟ طبعا بتقدروا يا حبايب قلبي، خذوه انبسطوا فيه، بس هات بالأول لأتأكد، بلكي لسه في شي مية علقانة هون ولا هون. ماما بنقدر نحن كمان نعبي مصاري بلعبتنا؟ طبعا فيكم حبيبي، بس يعني نحن منحط ليرات معدن وبضيعوا بقلب الدبدوب. ايه ايه ما ضل في شيء خذوه. ما قلتي لي يعني عمر ما له خبر انكم قاعدين عند رفيقتك؟ ايه بعدهم بعدهم لا تخذوا العابكم واطلعوا على الحديقه العبوا هنيك. يلا يا حلوين بسرعه. عمر ما بيعرف اني قاعده هون، انا حابه ضل لحالي شوي. ليش؟ ما بقدر ابقى بالبيت وما بقدر فرق بين عمر وبنته، يعني لازم اقعد افكر هالفتره شو اللي لازم اعمله. لك كنتوا مثل عصافير الحب بالنسبه للكل، شو صار لكم فجاه؟ شو نصبتوا بالعين يعني؟ ما بعرف، بس هيك شغلات بتصير، يعني ممكن باحسن زواج تصير مشاكل، ومثل ما بيقولوا وقعت الشاطر بألف. you
مرحبا نرمين. مرحبا. كنت بدي أسألك رفيف ما حاكتك؟ لا ولا أبدا، المسكينة متضايقة وحاسة بجرح كبير. لو على القليل يا سمحت لي أحكي معها، يعني كنا لو في شي بينحل بالحكي، ما كانت رفيف أخذت الأولاد وتركت البيت بهالطريقة. بعدين لا تحكي وكأنك ما بتعرف شي. أنا رح أسأل عن رفقاتها اللي بعرفهم، بس نرمين ملك قاعدة بالبيت لحالة، يعني إذا رحت جبتها بتخليها عندك بس لحتى خلص مشواري؟ عمر بتمنى منك أنك ما تواخذني، يعني بتعرفني ما بتأفف من شي وبقدم كل شي بيطلع بإيدي وبقدر عليه، بس الحقيقة ملك تصرفاتها مو محسوبة أبدا. هلأ إذا جبتها لعندي ممكن تعمل شي بحالة وتتهمني إلي، بعتذر عن جد لا تواخذني. لا ولا يهمك، شكرا كتير. الله معك عمر. زينة؟ مرحبا عمر. كيفك؟ كنت رايح لعنكم. رايح لعنا على البيت؟ خير؟ الحقيقة رفيف، يعني انتوا اتصلتوا ببعضكم او التقيتوا بشي محل مثلا؟ ليك انا ما بدي خبي عليك يا عمر، انا هاي جيتي من عندها لرفيف. يعني التقيتي فيها؟ طيب كيفها؟ وينها؟ والولاد كيف صحتهم؟ هي وين قاعدة خبريني؟ عمر كون مطمن ولا تاكل همها، هي والولاد كتير مناح، بس لو سمحت لا تحرجني وتسأل وينها لأني ما بقدر قلك، هي محلفتني يمين ما أحكي. لهالدرجة معصبة مني؟ معصبة ما؟ رفيفة تجاوزت مرحلة التعصيب يا عمر، هلأ هي بلشت تفكر إذا رح تكملوا مع بعض، وأنا عم قلك ليكون عندك علم وتعرف تتصرف، بصراحة خذ احتياطاتك اللازمة وعمل كل شي بتقدر تعمله، ماشي؟ متأكدة من الحكي؟ يلا شوت، يلا يا بطل اعطي باص، يلا فوت لك شوت، لك شوف على اللعبه، لك يلا هاي جول، يلا جول، يلا شوت، شوت. يلا يلا جول جول جول. ليك انت وياه عيب عليكم هالحركات، بهالبيت ما بصير تفرحوا بجول غير لفريقي. اي والله بنسى اني خايف على روحي وبدعوسكم برجلي. ها لعبة حلوة. ها ايه مو كتير، أكيد رح نربح. وين عايدة لهلأ؟ إمتى رح تجي؟ شو ما حكت معي؟ هالقعدات ما لها مواعيد، وبعدين بتكون عم تدقدس حوالين البيت، وين المشكلة؟ خلص فهمنا. على القليلة شيلوا هالأناني اللي شربانين وكبوها بزبالة، يعني إنه تكونوا رجال ما فيها شي وإنه تكونوا وسخين شي تاني. قال من شطارتي بدي أعمل برك وقاتو. إيه والله لأهلك. شو عم بيصير يا أساتذة؟ فهمونا، فريقنا هو اللي عم يتقدم، مانك شايف؟ يلا لشوف، يلا لك جول واحد وبتضمن النتيجة. يلا سديدة بقى. ايه جول. يا عيني عليك، يا عيني حاجتكم قمت عوزكن. ها شو هالأجنبات. ياسمين عن جد الله يعينه لغسان، أنا بعرف صداع النصفي أكتر من غيري، يعني إذا طلع هوا جنوبي وصار الجو رطب ولو شوي بيبلش الوجع فورا. إيه بس شو فينا نعمل، بدنا نتحمل، المهم الله سترنا من الأعظم. اللي عم تقولي مزبوط. إجت ريهامي هنيكي بالسلامة. هو الشغلة صارت بدون تخطيط. أنت من وين سمعتي؟ ما سمعت، شفتها بالشارع من شوي واقفة بالشارع. ياسمين يعني أنت بتعرفي ريهام قديش بتحبك، إذا لما شافتك ما رميت حال عليك وبوستك بيكون من خجلة، لأنه قلت لها أنه كل الحارة صارت تعرف أنك أمه لجود. نرمين ما فيني أتحمل، لازم أحكي وإلا بيصير لي شي. شو الموضوع؟ هاي بنتك ريهام كانت واقفة مع شاب الشارع، يعني كانوا عم يبوسوا بعضهم وهيك، عيب كتير اللي عملوه. أنتي شو عم تقولي؟ أي والله العظيم. لكي أنا مو من اللي بيصبوا الزيت على النار، يعني ريهام مثل بنتي، بس أنتي لو تحاكيها بهدوء وتشرحي لها مو منطقي تعمل هيك بنص الطريق. شوفي ما عم قلك مشان تزعلي، لو سمحتي نرمين. مرحبا ماما. وهي خالة ياسمين عنا كمان. نرمين هذا هو
ماما هذا مارك. مارك ماما مام يعني. مرحبا. مرحبا. شكله سائح شو حلو. ها ليكي، بما انه الشاب سلم علينا بلغتنا، شو رايك نسلم عليه بلغته؟ هاي 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 مارك. انت تعي معي شوي. مرحبا. اذا هيك خدي راحتك، انا بحكي مع السائح. انا لما كنت بالاعدادي كانت انجليزيتي اكثر من ممتازه. لغه منيحه. فيري كان في شيء تاني. هاي مارك. وقف، في شغله تانية كمان بس دقيقه. مارك واتس يور نيم؟ بنتي انتي ناويه تموتيني ولا شو؟ لسه من اول يوم شافوكي عم تتصرفي بالشارع بوقاحه. انتي لمين طالعه؟ لمين طالعه؟ وفورا لما مات الحاره وصلوا لك الخبر. شو ما بدهم يحكوا، انا ومارك منحب بعض ومغرومين وما رح نخبي هالشي عن حدا. انتي عن جد ما في عندك خجل؟ فوق مانو غريب جايبتي لهون؟ فكرتك رح تكوني مبسوطه. هو شخص كتير منيح، مو قلت لك رحنا على الحفله سوا؟ وطبعا لهالسبب قلعوكي من سكن الطلاب. نحن تعرفنا على بعض هنيك، وبعدين لما حبني ما رجع امريكا. بنتي انتي ناويه تجيبي لي الجلطه شي؟ اي عشو، انت عندك طفل صغير لسه باللفلوفه. هلا مو انتي وعمي حسان حابينه؟ خلص ربوه ليكبر. اذا هيك انا ما عندي مشكله. اهدي اهدي شبك، اجيت بس لاشرب مي. بدك مي؟ ايه بس انت ضيف عنا، انا بجيب لك كل شي بتطلبه لحد عندك. فوت ارتاح. شش امشي قدامي، اوعك تصرخي. اذا بتطلع صوت بقتلك. انت استني هون رح افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا مين حضرتك؟ يا اهلا وسهلا فيكم، والله حلت علينا البركه بزيارتكم إلنا يا ستات. كانه في عندك ضيوف غيرنا. معقول هالحكي؟ ما في غيركم ضيوف، ما القعده كلها على شرفكم. ماجده خانم اهلا وسهلا فيكم. هدول جايين لحتى يساعدوا لي. هدول اللي عم تبعتهم البلديه ليساعدوا الناس ببيوتهم. الله يرضى عليكم. عم يبعتوا منكن على بيت هاي الختيارة لحتى يهتموا بصحتها. ايه الله يسلم ايديكن يا شباب، برافو عليكن والله بترفعوا الراس. شكرا خالي. هدول بدهم يقعدوا معنا؟ وشوفي يا مهيبة خانم، خليهم يقعدوا معنا يتسلوا. لا تخافي ما حدا فيهم رح يضايقك. تفضلوا قعدوا. يلا تفضلوا، اهلا وسهلا. نانسي ليش مزعوجة يا بنتي؟ ما اتفقنا انا وياكي انه ننتقل على ازمير ونسكن هنيك وانتي وافقتي؟ أنا لسه ما وافقت أمي. يا عمري نحن كل ما بعدنا عن أبوكي كل ما كنا بخير وبأمان، صدقيني. إيه مزبوط. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. إذا جاهزين خلونا نطلع. جاهزين. بس أنا مو حابة روح. بنتي مو قلنا منروح منتسوق من المول وبعدها منروح على السينما؟ بدي اتدرب على المقطوعة اللي رح اعزفها بعد كم يوم. ماشي خليكي على راحتك. إذا غيرتي رأيك اتصلي فيني. ايه ماشي. بجي باخدك فورا. ماشي؟ ماشي. انتبهي على حالك. ألو بابا، خليني أشوفك لآخر مرة عمول معروف. هاي خلصنا. ها دور المنوم، إذا عملت هيك وضيفتون معناتها لازم حط لي آخر كاستين على اليسار لحتى يجوا من نصيبهم. شو صار؟ إمتى رح تجي عايدة؟ مليت من هالقعدة المتة. ليش قاسي كتير كلامك؟ هدول الناس اللي قاعدين برا بعمر امك وخالتك، ومو حلوه منك تتمسخر عليهم بهالطريقه البشعه وتقول قعدتهم معتة. لك هدول بيضلوا بركتنا؟
استنى شوي، ما تقول غير اجت. الشبك ضايج يا زلمة، دق الباب شي. الله يجيبك يا طولة البال. اي ولا كيف بدي اتذكر وين حطيت الدواء. العمى ما اغلظه العمى. ليك يا ابني، بدي منك رقم موبايلك، بلكي اذا ارتفع ضغطي بعيد الشر عني يعني، بس بتصل فيك. ضغطي مع الادوية بيرتفع، شو بدي اعمل له؟ ممنوع اعطي رقم تليفوني يا خالي، لا تاخذيني. خوفتي الولد يا ماجي دخانه، فكرك حاطة عينك عليه. الله يشفي من لسانك انت، انا طلبت رقم الشاب منشان يساعدني اذا مرضت. بس انت اللي نيتك عاطلة، الله يجيرنا من نيتك يا مهيبة. وهي الشاي صار جاهز، تفضلي. يسلم ايديكي. صحة وهنا على قلبكم. يسلموا ايديكي. العفو. يسلم ايديكي يا جارتنا. اهلا وسهلا مهيبة خانم. يسلمون. تفضلوا يا اساتذة. هاتي عنك. يسلموا هاتي. يسلموا. قولوا اي بحب شرب الحليب اكتر لانه مفيد لعيونه. ومن وين طلعتي بهالكذبة؟ لك خلص، انا حاطة منوم بكاسات الشاي. شو؟ عن جد عم تحكي؟ يسلموا، طيبين هالشايات. اهلا وسهلا فيكم. خير، شو بدك؟ مو انت سألتني عن الجرح اللي كان بايدي؟ ماما طلعت عملت لي عملية تجميل، لهيك مو ضال له أثر. بابا أنا مو أبوكي وما عاد بدي اسمع لها الكلمة. لو سمحت اسمعني، أنت لازم تصدق أني بنتك، أمي بدها تفرق بيناتنا. بعرف أنه هذا حكي أمك، بس ليكي أنا هالحكي كله ما بيهمني، انقلعي بقى. طيب ليش عم تكذبه؟ ليش ما بدك تصدق أني بنتك؟ هلأ أنت بدك تضلي عم تلحقني عم قلك انقلعي مالي أبوكي. خلاص انقلعي من شي ما بدي شوفك. بس خليني أحكي لك. الله يخليك يا بابا صدقني، أنا مو أبوكي. شو ما عم تفهمي؟ بعدنا عن بعضنا بابا، مشان أنا مش عن بابا. لو سمحت لا تأذي عمو أنور، هاد بابا حقير. العمى شو واطي؟ اسمعوا لا، روح خبرها لسوزان، رح أعرف شو ساوت لبنتي حتى إذا نزلت السما على الأرض. تعبت وما عاد فيني اتحمل كذبهم عمو أنور. روقي يا عمري. لو سمحت إذا بتعرف أي شي خبرني وريح قلبي. الشغلة الوحيدة اللي بعرفها إنه هالزلمة مانو أبوكي. طولي بالك. قوم أمولاك تحرك. كانت نومة حلوة. شرطة؟ هذا كابوس مو؟ هلا بتشوفوا الكابوس بقلب المخفر، فاكرين اخذ الرهائن تسلاي ها؟ شو ذنب هالعالم؟ احكوا. الشاي حاطة شي بالشاي ما هيك؟ شو فهيم؟ شو اعمل اذا مثل الدواب بتاكلوا كل شي بنحط لكم؟ تستاهلوا. رح نحاسبك على هالغلطة. ابقى حاسبه وقت تطلع من الحبس. تحركوا لشوف. عن جد يسلم ايديك يا زينة خانو، لولاكي ما كنا قدرنا نمسك هالعصابة. لا العفو، هذا واجبنا سيادة الضابط. تحركوا لشوف. عم ياخدوهن ويروحوا. نتشكركن كتير شباب. هاد واجبنا. لقلوتي، شو رأيك بمرتك اللي خلصتك من هالبلوة؟ يا بنت، كنت مفكرك مرة حلوة، بس طلعتي حلوة وذكية يا درساني. يعني نجحت بهالشغلة ما هيك؟ نجحتي لكن ما نجحتي يا مرة، بس يا ريتك ما شربتي النسوان من الشاي اللي حطه بقلبه الدواء. شو فينا نساوي؟ ما بيقولوا انه الصالح بيروح بذنب الطالح احيانا. ليك الخالة ماجدة سمعان كيف عم تشخر مثل التراكتور. لؤي يلا حبيبي فيق لي اياهم واحدة واحدة. يلا يا عمري. ماجي دخانو يا قطة، ماجي دخانو. شو في حاجة كسل؟ فيقوا يا صبايا، يلا فرشوا سنانكن وعلى المدرسة. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. These were taken by one of our spy satellites 3 days ago.
we need a way to locate and intercept that object. What is it? We were hoping he could tell us. Sorry. هذا عن جد قليل أدب، يعني صحي ما بيفهم علينا بس كمان ما بيستحي. لا تقولي هيك عنه. مارك، كولا. Sure honey. بنتي تعي معي شوي. امتى رح ينقلع من هون؟ ها؟ روحي فهمي هالأجدب اللي جايبتيه معك إنه ببلدنا الضيف بيكون مزوق وما بيتأخر كل هالقد. طيب بياكل شي وبيروح بعدين، ريلاكس. شو بلسانك قلب هيك؟ خلص أنا رح جهز شي ياكله، خليه يتزهرم ويروح. بس مارك ما بياكل أكل حي الله. بلا شو؟ ليش على أساس ملاقي شي أحسن ياكله؟ بلا، في محلات كتير برا، ما بجيب همبرجر وبرجع فورا. أنا فيني أعمل له أطيب من الهمبرجر اللي برا، الكفتة تبعي رح تعجبه. متأكدة؟ بنتي، أنتي بتاكلي من الكفتة اللي بعملها من وقت اللي طلعوا سنانك، شو نسيانة يعني؟ يلا، بساويها وبجيبها لعندكم. طيب، مثل ما بدك. غسان؟ يلا حبيبي الأكل جاهز. جاي جاي. ماشي. اوعى تموت. اصحاك تعملها. لا تترك ابنك لحاله بهالدنيا. اوعى يخطر لك تترك ياسمين لحالها. ايه ابتسام، شو عم يصير معه لهالزلمه يا ترى؟ ايه منيح منيح. انت طبعا حكيتي مع الدكتور؟ ما ماشي، يسلموا ايديكي، وانا اكيد ما راح انسى اجيب الصور معي. وين قلتيلي؟ ماشي. هي خلص عرفت المحل، بكون هنيك على 11 بالضبط. لا لا، ما رح نحكي شي لياسمين، نحن ما اتفقنا على هالشغلة. يسلموا. Thank you for everything. مارك عم يحاول يقول لك يسلموا. ان شاء الله سم الهاري. عم تقول لك العفو يعني. مام سيد يور ويلكم. قولي له رح اروح مشان جيب الهمبرجر تبعه. ماما لا تنسي تحطي له كاتشب. ايه عم حط له، عم حط له وكترت له كمان، طمني. خليه يحترق تمه لنشوف اذا بده يروح ولا بده يضل قاعد بخلقتي. هذا الولد اذا ما داق طعم الفليفل الحده تبعي ما رح يذوق. ثانكس. يلا بلش فيها لشوف صحتين وعافية. كيف شفتها؟ بالله مو طيبة؟ Very good. Good, good. لإمتى رح يتحمل؟ شو؟ لا عم قول صحتين على قلبه وإن شاء الله مطرح ما يسري يمري.
تسلم ايديك يا عمري. وانتي ليش ما عم تاكلي؟ بركي في شي عم يسدلي نفسي عن الاكل. وشو هو هالشي حبيبتي؟ انتي لساتك خايفة علي لحد هلأ؟ الدكتور قال صداع نصفي شمنة. اكيد. اي بس عن جد انك طلعت شاطر مع كل اللبكة اللي حوالينا. خطر على بالك تتصل مع ابتسام؟ برافو ابتسام؟ هي قالت إذا احتجتوا لدكتور خبروني، يعني عم تساعدني. قديش طيوبة طيوبة طيوبة، معناتها أنت رح تساعدها بشغلات الهندسة وهي خليها تساعدك بشغلات الطب. ما بعرف يعني، هي شراكة حلوة ورفقة حلوة شكلها. لا ايه مرتي عم تغار علي، لك معقول هالشي؟ خلص بقى مشان الله بلا هالحكي الفاضي هاد. وطيب مرتي ما عم تقدر تشوف انه هي الوحيدة اللي اخذت قلبي وروحي؟ لو سمحت خد معك صحتين على المطبخ بطريقك. خلص بقى بعد ايدك. طيب على راحتك. عم يحاول يتظارف بس اوعك يخدعك. بعرف الرجال بس يكونوا عم يخونوا نسوانهم بصيروا يتصرفوا بهالطريقة هي. Are you okay? I'm fine. معقول يكون انزعج من ساندويشة الكفتة؟ شو عم تحكي ولك بنتي؟ بمرو ما حدا انزعج من طبخي من يوم ما تعلمت الطبخ لليوم. باينتو تعبان، شوفي كيف ما عم يقدر يحكي، بطنه عم يوجعه. ريهام اسمعي يا بنتي، خلينا نطلب له تاكسي احسن ما يضل قاعد بخلقتنا بلا ما يصير معه شي نبتلى فيه لا سمح الله. امي شبك طولي بالك، مو شايفتي قديش تعبان؟ وين بدي ابعته يعني؟ معقول ما بيعرف له شي حدا هون بنتي؟ بلكي بيجي بياخده فورا. ما بيعرف حدا بنوك، هو هون لحاله وما فيني اتركه يروح بهيك وضع. شو انتي ما عندك رحمه بقلبك؟ ليك يا اما منروح سوا يا منضل سوا هون وبهذا الوقت المتاخر. ماشي ماشي، معناها خليه يروح لغرفة كرم ويتسطح ويخلصني. مارك come with me. بس ليكي ليكي، التخت نظيف وحاطة وجوه جديدة عليه، لهيك بلكي بتقلي له بلا ما ينام عليه بتيابه. come on. وانتي ليش ما سكتي وجاررتي من ايده؟ خلص ضلي برا. لك استني استني، خليني جيب له بيجامة من بيجامات حسن ليلبسها. ريهام ليكي، أحسن شي يفوت يعمل دوش لحتى يعرق، والصابونة والليفة اللي بيستعملون يكبهم بزبالي بعد ما يخلص منهم، وبعدين بيلبس هاي البيجامة. زودتي يا أمي؟ ليكي يمين بالله إذا بيضل بيوسخه ما بخليه ينام بالتخت أبدا. الو، انا كم مره قلت لك لبقى تتصلي فيني؟ لك ما قلت لك انه الشرطه بيكونوا عم يتنصتوا على التليفون؟ لا لا دبدوب ولا غيره، كم مره بدي اقول لك اني زتيت كل شيء من الزباله وما تركت شيء من اثرك بنوب؟ ايه واصحى تفكري انك تجي على البيت يا شاطره. ليكي الشرطه عم يدوروا عليكي بكل مكان والمافيا طالبتك ورح يقصوا لك رقبتك اول ما يلمحوكي. يلا احطي حلي عني يا بنت. هيك ما في مخلوق رح يعرف مكانه. منيح اللي خطر لي حطهم بالمخدة. لا جرب. شبك يا بنت، فهميني ليش فايقة لحد هلأ؟ يلا فوتي على النوم وخليها الليلة تمرق. عم جيب له كاسة مي لأنه كتير تعبان. حطيها على الباب وهو بيقوم بيجيبها. عند باب الغرفة؟ ايه عند باب الغرفة. يا الله منك أمي. يلا روحي على غرفتك. يلا خلص رايحة. Thank you.
شكلي رح دفيكن تحت هالكنزة مشان ما يشوفكن حدا. هلا بيكونوا الحرامية والنشالين مبحوتين بحت. أكيد ما إنه شي منيح إنه الواحد يشيل بإيده كل هالمصاري، بس رح نمرقها هالمرة لأني مجبورة. زيزي؟ آه نعم يا روحي. عن أي مصاري كنتي عم تحكي؟ لا ولا شي حبيبي، أنا رايحة مشان أدفع الفواتير اللي علينا. أصلاً نحن ما معنا غير هالقرشين الثلاثة مثل ما بتعرف، لهيك أنا خايفة يطلع لي شي حرامي وياخدهم. شوف ليك، روح على المطبخ أول ما تجوع، أنا حطيت لك على الطاولة كل أكلك وشربك. أوعك تفكر تشعل الغاز بغيابي، مفهوم؟ ماشي. برافو يا بطل. الباب والكنباية هناك. I don't want to talk to her. Reham, listen. It's not true. You have to talk to your mom, right? Mark, you don't understand. ريهام شو القصة؟ بشو قاعدين عم تحكوا؟ شكله عم يطلب منك تعملي شي. ليكي ما تقولي أجنبي وبخجل منه، والله بحطه تحت رجلي. وليش هيك عم تحكي ماما؟ مارك بده يرجع على أمريكا، وأنا ما حبيت الحكي لأنه حسيت المكان بعيد. إذا عم يتغالظ عليكي وبده يغصبك على شي ما بدك إياه، حكي لي وأنا بعرف كيف أتفاهم معه. مارك ولد منيح ومربى أمي، وبس تعرفي عليه رح تحبيه كتير. ما بدي أتعرف على ناس مثله، لهيك خليه يحمل حاله وينقلع من هون. تعا معي لنعمل فتلة. مارك كمان. لوين رايحين؟ استني هون، ما عم بحكي معك. شو طرشتي؟ أوف، هالبنت رح تجنني وتفضحني بكل الحارة. هلأ عم ياكل معي ورايح بعدين على المطعم لياكل مع ابتسام. شو فجعان، بيلعب بديله وبياكل بنفس الوقت. شوفي. مزعوجة من شيء؟ لا، اليوم بلا روحتك على الشغل، انت لازم ترتاح اليوم، لا تروح لمحل. حبيبتي طمني، لا تخافي، انا هلا منيح منيح. ما خاف يا غسان؟ لا، لسانه عم ينقط عسل لانه رح يقابل ابتسام. ما قلتي لي شو رح نعمل المساء؟ إذا بدك لا تتعبي حالك، منطلع مناكل برا. طبعا لك، الصبح مع حبيبتك والمساء بتفضي حالك لمرتك والسيخ. اي تمام. ري هذا الخبر كتير مهم. نانسي لوين؟ أنا رايحة أشوف رفقاتي. ما عم تكذبي؟ يعني ما حتعملي شي تاني؟ أنور حكالي عن مبارح. أنا كنت عرفاني إنه رح يقلك. نانسي ليش هيك مزعوجة؟ أصلاً أنا عم ساوي كل هالشغلات مشان ما تزعلي. إذا بتخافي علي بتخبريني كل الحقيقة أمي، ولا ناوي تضلي مخبية عني لحتى موت؟ طيب بحكي لك بعد الحفلة، ببقى بحكي لك كل شي. هالمرة ما رح تكذبي علي؟ بنوب. هالمرة ناوية تحكي للحقيقة ما هيك؟ ايه انور، برأيي هذا الصح يا سوزان، اجا الوقت المناسب لتحكي. وانتبه على حالك. لا تخافي حبيبتي، اكيد ما رح تعب حالي، ما في شي مستاهل. مفكرني غبية وما بعرف انك رايح مشان تقابل ابتسام غسان افندي؟ تسمحي لي البس حلقة الدمعه تبعك؟ شو عندك عرس؟ لشو بدك الحلقة؟ لا بس رايحة على السينما مع رفقاتي. ليش عم تضحك يا؟ ليش تضحكتي؟ احكي، انت شو مخبي علي؟ وين رايحة؟ لوين رايحة احكي؟ طيب ماما، أنا يعني أنا كنت رايحة لبيت رفيقتي مشان أحضر عيد ميلادها. أي رفيقة وشو اسمها وقديش عمرها وبنت ولا شب؟ ما بتعرفي الكذب ممنوع؟ القصة أنك عم تكذبي علي. شوفي بلش دمي يغلي، احكي بسرعة أحسن لك. أنا رايحة لأشياء تعكت بكتاب، بس خلص مو مشكلة، ما في داعي للحلقة. إسلام.
مين هذا اللي بده يشهد بنت بعمرك على كتب كتابه؟ آه؟ سمعتي سؤالي ولا عيده؟ ليكي ماما، أنا رح أحكي لك كل شي، بس وعديني ما تقولي لحدا، وعديني. عم بسمعك. وعديني. عم بسمعك. وعديني قبل. وعد، احكي. ريهام ومارك رح يتجوزوا اليوم. آه؟ يا الله يا ماما لو بتشوفيهم قديش بيحبوا بعض، بس هن ما بدهم يخبروا حدا أبدا ولا حدا من العيلة، بس أنت وعدتيني. نرمين، نرمين، مصيبة وإجت على راسي. بنتك رح تتجوز اليوم؟ ايه طبعا، وهدون عاملين ديما شاهدة كمان. ما بعرف بأي دائرة لكتب الكتاب، بس في وحدة هون بالحارة وما بظن رح يروحوا على غيرها. لو معي وقت كنت اجيت، بس عندي شي مهم. روحي لحيهم على السريع. والله كنت اجيت معك بس عندي شي مهم.